هو انت اللي جايبه فكره الحلقه النهارده شويه لحد ما، او انت اللي اديتيني المقدمه اللي ادخل بيها. آه طبعا انتوا شفتوا عيش التورتيلا والفاهيتا، ده اكل دايت. ازاي بقى؟ دي طريقتها هي اللي عملتها، فان هي تخلينا نخرج بره الصندوق شويه، او بره فكره ان الاكل الدايت سجن بقى، وان اكل الدايت هيبقى شوربه وخضار سوتيه ونيف ني ومسلوق والحاجات اللي بتخنقنا دي، فخلتنا نخرج بره الصندوق شويه ونفكر في كده. وده اللي انا جاي اعمله. طبعا انتوا عارفين خبره التغذيه المفروض تبقى كده، والعود الفرنساوي والحاجات دي لا ملهاش علاقه على فكره. وهقول لكم طب ماشي، ما المفروض ان يعني لا، في جمله انا بحب اقولها، هو فاقد الشيء هو اكتر واحد يعطيه. ازاي بقى؟ انا بقول لهم لا انا حاسه بيكوا، وانا هنعمل، ويلا نشجع بعض، ويلا ننزل مع بعض الفيديوهات اللي بنجري فيها واكلنا، ونعمل اكل دايت زي اللي انت بتعمليه. فعشان كده بقول فاقد الشيء اكتر واحد يعطيه. ازاي بقى؟ وده اللي هندخل فيه دلوقتي. طبعا هي خرجتنا بره الصندوق باكلها الدايت اللي هي عاملاه التحفه الحلو جدا. هنتكلم عن السمنه. هنتكلم عن السمنه ازاي؟ طب وانت يا مونيكا بتتكلمي عن السمنه وما بتخسيش؟ لا، هو موضوع حلقتي النهارده اسمه بدايه التحدي. بدايه التحدي في صوره هتلاقيها انا وريتها لك. اه شفتها. هتلاقيها الصوره دي تقريبا من اربع خمس شهور. شفتها. اه يعني نزلت وزن شويه كتير. عملت ايه؟ قلت هاخد التحدي. ايه اللي خلاني اخد التحدي؟ بصي انا شخصيا من النوع اللي هي ايه، ما بتكترثش الكلام الناس. يعني ده حد بيقول كذا، حد بيقول كذا، لا بنرفض. اه بنرفض. فكنت طول عمري عارفه اللي هو اقول لهم ايه، دي الصوره او دي الصوره. لا انا عاجبني وزني كده، لا انا مش متضايقه، لا انا شكلي كده عاجبني. كنت طول عمري اقول لهم كده. بس جت حاجه بقى هي اللي خلتني وقفت، قلت لا لازم ابدا، لا لازم اقف واحط ستوب كده. لا مونيكا عايز تعمل حاجه. ايه هي؟ كان حد بيخس معايا وراح قال لي ايه، انا جاي لك من دمياط. فرحت قلت ده جاي لي هيعمل ايه؟ كان كل كلامنا تليفون بس، مش فيس تو فيس، مش بيشوفني. فراح قال لي ده انا جاي لك من دمياط. فاول ما شافني هو داخل الشركه عندنا، فبيقول لهم فين مونيكا بقى؟ عارفه الروح التلقائيه اللي هو داخل بيهزر بقى، فين مونيكا؟ فبصيت له كده، فرحت قلت له ايه يا عم مش عارفني من صوتي، انا بحب اهزر واضحك، مش بحب اللي هو الجو. انا ده ماسك طبعا لما شفت، مش بحب اللي هو الجو القفل ده. دي حاجه حلوه. فبيقول فين مونيكا؟ فبقول له مش فحلقيتي. بص لي كده، فرحت قلت له قبل ما تتكلم انا بعمل دايت معاك على فكره. لقيته بص لي قال لي انا فرحان ان انا خسيت، انت كنت حاسه بيا. قال لي انا اللي كنت بستغربه اني كل ما اقول لك حاجه لقيتك استنى قبل ما تكمل. اه انت حاسس ان انت متضايق ونفسك تاكل من الاكل اللي هم بياكلوه. اه انت كنت بقول له كل حاجه بيحس بيها. فدي الحته الشويه اللي انتوا بلاش على طول نفكر في خط واحد، بلاش حته اللي هو لاين واحد احنا بنفكر فيه، لا اكل دايت كذا، لا خبير التغذيه تبقى رفيعه، لا انت المفروض تعمل كذا، ملهاش علاقه. صدقوني ملهاش علاقه. وانا اكتر واحده وقفت قدام نفسي واثبتت ان ملهاش ليه علاقه. ليه دكاتره كتير بيدخنوا هم بيمنعوا المرضى من التدخين؟ ملهاش علاقه فعلا. يعني ممكن إن دكتور القلب يكون هو بيعالجك مثلا، انت هو تعبان قلب عنده يقول لك اصل انت تحسي بكذا كذا الاعراض الفلانيه. دي حقيقه. هتحسيه اقرب لارض الواقع، هتحسيه اقرب ليكي لما تلاقيه بيوصف الاعراض اللي عندك، لما تحسيه لامس اللي جواكي، فهتحسيه بيقومك وبيدعمك فبيقوم معاكي. اول حاجه بس عشان ما ننساش موضوع حلقتنا، نتكلم عن البرودكت بتاعنا. عرفي بقى الناس، انا عايزه الناس تعرف اكتر بعد اذنك يعني ايه بديتيلز اكتر. عينيا الاثنين، هو الكبسولات والنقط والاعشاب. ده انا عامله كورس متكامل ليه؟ طبعا احنا في الدايت بنلاقي ان احنا بيجي لنا انيميا. تمام. بيجي لنا انيميا ليه؟ ما بنديش جسمنا الحاجات اللي هو محتاجها. حاجه من الحاجات اللي جسمنا محتاجها دي صفحتك؟ اه دي الصفحه. دي الصفحه، اوكي. يعني من خلال الصفحه اللي عايز يتواصل؟ من خلال الصفحه. اه اللي عاوز يكلمنا، او في الارقام اللي بتنزل على الهواء دي. على الهواء، اوكي. انا جسمي لما ما ادلوش الاحتياجات اللي هو عايزها وعلق على نوع حاجه واحده معينه، اقول لك اصل انا بعمل دايت كيميكال بقى وما باكلش وايه؟ غلط. جسمي محتاج كل حاجه، حتى الدهون، حتى طبعا السكريات، بس بنسبه. طبعا. كل حاجه في اعتدالها تمام. كويس. لكن ان انا ازود باعتقاد مني ان ده هيبقى صح، لا. هو معلش انا مش داش في تغذيه عشان اعمل لنفسي اكل، يعني انا بتكلم عليكم انتوا. تلاقي واحده تقول لك ايه انا عامله نظام دايت لنفسي ووزعته على كل اصحابي. اه ما ايه هو؟ طبعا. تقول لك تصحي الصبح تفطري بيضايه مسلوقه والظهر ربع فرخه، وبالليل ما تاكليش اي حاجه خالص. بس على مدار حرمت اليوم. حرمتي جسمك. اه حرمت جسمي. فتيجي يوم الفريق بسم الله ما شاء الله الوليمه اتفتحت بقى. فالوليمه دي تخنتني كل اللي انا كنت خسيته. وعملت ايه؟ عملت الجسم انيميا، حرمته ان يخش له فيتامين، عملت كل حاجه غلط ممكن اتخيلها باعتقاد مني اني انا صح. لا، جسمي منظومه ذكيه جدا، سبحانك يا رب، جسمي منظومه ذكيه جدا جدا جدا. فلازم لما انا عدوي قدامي في سمنه، اعترف ان السمنه دي مشكله، اعترف انها بوابه امراض، اقف كده قدام نفسي، انا لازم ابقى على نفس ليفل عدوي. هبقى على نفس ليفل ازاي؟ اكون معلومات عنه. اول حاجه لازم اعملها، واول حاجه هحاربه بيها الكورس بتاعنا. لسه يا مونيكا بقول ده التغذيه ما تبعدش عن المطبخ، ما فيش حاجه اسمها كده. فعلا. ده اساس، ما فيش حد ينفع يقف يشتغل في المطبخ ومش عارف لو حط ايه على ايه بقى ايه ويطلع ايه ويعمل ايه ما ينفعش.
يعني انا خدت بالي احنا كنا دارسينه بالفطره من اهالينا من لما اتعلمناه، بس الاهل برضه ارجع الثقافه لو موجوده انت هتتنقلي نقله ثانيه. الميزه اللي انت عاملاها يعني انت فاهمه ان انا لازم احط فيتامين وفلفل الوان، وكل ما الالوان تكون كتيره في الاكل هتكون احسن، فعملت لك وجبه منها ما تحرمكيش اهو، انت بتاكلي اكل مش دايت ومش حرمان، ومنها ان انت بتاكلي حاجات فيها فيتامين هتفيد جسمك. الكورشت بتاعنا الكبسولات والنقط والاعشاب ومعاهم يا اما الزيت يا اما الكريم. طب ليه اديت لكم الزيت او الكريم ده الكادو اللي انا جايبيه النهارده؟ في كادو تاني انا ما بجيش ايدي فاضيه. يا حبيبتي اشمعنى يا الزيت يا الكريم؟ الكريم ده للترهلات وللتفتيح. ليه بقى؟ طبعا السمنه بتعمل لي اماكن غامقه في جسمي. احنا عايزين نعرف الناس او النقط دي اللي بتحفز شغل الغده. بتسرع معدل الحرق جدا يعني كانك بتلعبي رياضه، عشان طبعا انت عارفه ان في ناس من السمنه ما بتقدرش تنزل وفي كبر تاني، يعني في ناس من السمنه هي كسوله مش قادره، وفي ناس تانية كبر تاني فهي اصلا مش قادره تتحرك، فالنقط دي كانك لعبت ساعه رياضه. والكبسولات بتسد معايا الشهيه وبتزود معدل الحرق. لكن ما فيهاش كيميكال، حاجات طبيعيه. انا بس بقى حاجات طبيعيه 100%. ليه بقى؟ اجي بالليل تبقى الناس عامله دايت وماشيه على الصراط المستقيم وايه؟ اجي بالليل انا لازم اكل دلوقتي. عايزه حاجه حلوه. انا لازم اكل دلوقتي. لا وبيجيلهم فراغ للحاجه الحلوه. أو انا لازم اكل دلوقتي. حاجه حلوه دلوقتي. مع ان انت لو تلاحظ ان هم لو اكلوا حاجه حلوه هم اصلا السكريات بتبوظ مركز الشبع اللي في المعده. فتلاقيهم جعوا اكتر. فجعوا اكتر بس هم مش فاهمين. عايزين حاجه حادقه بقى يا مونيكا بعد. حاجه حادقه بقى لان انا ايه هبطت كده. فده بيحجم الحته دي عندي، بيحجم الحته دي ان انا بالليل احس ان شهيتي مسدوده، بيقعد معايا ال 24 ساعه قافل شهيتي، اجي اكل خلاص على قد ما هدوق وخلاص شكرا، فانا عقلي هيبقى ناصح هاكل الاكل الدايت. الاكل الدايت اللي هي زي اللي عاملاه، مش حرمان، ما بقولكوش احرموا نفسكم، بس نيجي على نفسنا حبه ننظم حياتنا شويه، نخلي لايف ستايل معين لحياتنا شويه، هنظبط كل ده. انا بقولكوش احرموا نفسكم، الكبسولات هتخليكوا تاكلوا، الاكل اللي الشيف عظيمه بتعمله حلو جدا هيخليكوا برده تاكلوا، بس نظبط حياتنا شويه، نخلينا ناصحين في طريقه اكلنا. الكورشت ده بقى النهارده انا قلت طبعا اول مره اجي معاكي البرنامج، فطبعا انا لازم اجي اجيب حاجات ليه بيكي، فعملت لكم مصاريف الشحن فور فري. اوكي. هيوصلك لحد باب البيت فور فري. نجمع بقى معلومات عن عدونا، واول معلومه عايزه اجمعها. عايزه نقول البرودكت الاول ضد حاجه من الامر، يعني سكر كوليسترول. هقول لك على حاجه. لا بصي بنعمل ايه بقى؟ هو انت المفروض بتتصل في خبراء تغذيه بيردوا عليك، بياخدوا منك شويه معلومات، بيعملوا لك فايل في الشركه عندنا باسمك وباليوم اللي انت اتصلت فيه وانت عملت ايه كله، سنك وزنك وكل حاجه عنك ممكن تتخيلها هم بيسالوك عليه. في كذا منتج عندنا فبيقول لك ايه المنتج المناسب لك. فهماني؟ يعني في منتج مناسب لمرضى الضغط والسكر طبعا اللي حساسيتهم الشديده ان انا ما اقدرش ممتاز اخاطر بيهم عشان اخسسهم، اصل انا مش هخسسك فموتك. لا طبعا بعد الشر. حته ثانيه بقى بعالجهم منها الناحيه الثانيه، طبعا انت عارفه سبب اساسي في الضغط والسكر السمنه. طبعا. فانا بعالجك من ناحيتين، بخلي بالي ان انت حساس مش هينفع اديك اي حاجه، فبدي لك سوري كورش مخصوص لمرضى الضغط والسكر. وحاجه ثانيه اني بدي لك نظام اكل معين بيكليك انت. كويس قوي. يعني بقول لك خلي بالك من نقطه 1 2 3 انا لازم اعالجك فيهم، يعني بيكلموني بعد شويه صدقني. طيب. السكر نزل عندي. انا معايا تليفون معلش ناخده بعد اذنك. معانا نرمين من اسكندريه. الو نرمين؟ نرمين؟ الو فين نرمين؟ طب يمكن الخط فصل، هتتصل مره ثانيه. ارجوكي كلمينا ثاني نرمين بعد اذنك. فيكلمك ناس يقول لك ايه، انا اصلا انا رحت للدكتور عشان بتابع معاه بطنه وكده عشان السكر، فقال لي انت لازم تخس. بجد بجد بعد شويه ما بيتابع اللي هو النظام اللي انا بقول له عليه وبياخد البرودكت معانا بتلاقيه بيتكلم. طب معلش يا مونيكا رجعت لنا تاني نرمين. نرمين الو يا نرمين يا نرمو هي بتقع مننا ليه؟ طيب طيب هنكمل وهي هتدخل بعد كده. فتلاقيه بيقول لك ايه، لا ده انا السكر نزل شويه عندي. السكر نزل ليه؟ لما انت ظبطت جسمك، لما ظبطت نظام حياتك. عارفه انا بقول لكم ليه هي بدايه جديده او بدايه للتحدي؟ عشان انا كنت في يوم من الايام بقول ايه، طب ما انا مش محتاجه اخس، انا مش عندي امراض ومش متضايقه، وشكلي انا كده كده ما باخدش بكلام الناس، ايه اللي مضايقني؟ لا جيت في وقت من الاوقات، طب ما بسمع كلام الناس اللي حواليا، مش كلامهم كده ككلامهم كشكوى وكامراض، ده انا جالي فيما بعد هيحصل لي، انا لو سبت نفسي هيحصل لي. ورحت جيت وقفت كده خدت خطوه، قلت طب ليه ما اعملش زيهم؟ ليه ما افرحش واحس؟ وفرقت. صدقوني فرقت. مش انا ما كنتش بتضايق ان انا وزني كبير وان انا متضايقه وكده، عايزه اقول لكم ان لما بقيت اخس والناس تعلق وتقول لي ايه ده انت خسيتي، ده انت كده حلوتي اكتر، طب كملي، ده انت لو خسيتي هتبقى، والله بقيت بتبسط. مع ان في ناس كانت تيجي تقول لي على فكره احنا بنحبك وانت تخينه، هي مالهاش علاقه. حب نفسك ملوش علاقه طبعا. حب نفسك بالشكل اللي انت فيه، انا بقولكش انت وحش، كلنا لينا جمالنا الخاص، كل شخص ليه جماله الخاص، بس خس عشان صحتك.
عشان فيما بعد انت تكون مستريح، عشان ما تقولش في يوم من الايام يا ريتني، عشان ما تعملهاش بعد كده مش بارادتك اجبار. تعملها اجبار ازاي؟ تيجي في يوم من الايام تروح للدكتور وانت عندك 20 25 سنه، ده انت محتاج تاخد انسولين لان جالك سكر من الدرجه الثانيه. ده بيحصل. بس معانا نرمين. طب ناخد نرمين. يا رب ناخدها بقى. نرمين دي الثالثه تبت نرمين. الو، ايه يا جماعه؟ ايه يا شباب؟ فين نرمين؟ شباب هي مش عارفه توصل لنا. فين نرمين؟ الو. طيب ماشي نكمل ولما تجيب نرمين تاني. فليه يجي يقول لك انت المفروض تاخد انسولين لان جالك سكر من الدرجه الثانيه؟ فانت تلاقي نفسك اجبار بقى ان انت هيتحط لك اكل معين ودايت دايت بقى من اللي قلبك بيحبه. النظام في ناس بتكره الانظمه انها تتحط جوه اطار مجبره عليه، بس هتبقي مجبره عشان ما تاخديش انسولين. يا ده يا ده، فانت بتختاري بين حاجتين وحشين. فليه نستنى نحط نفسنا في الاختيار الوحش؟ ليه احنا مش بايدينا نقوم نعمل كل ده؟ لا، اقف حط نقطه من اول السطر. انا هبدا من جديد، هبدا من جديد. هعمل ايه؟ هعترف ان انا عندي، ما هو مش مرض، هو بوابه امراض. فانا هعترف ان انا عندي، شكرا يا رب ان انت اديتني حاجه بتتصلح. هقف قدام نفسي ومش هتضايق بقى ويقول لك الاكتئاب والسمنه والكلام ده. بتجيب اكتئاب، بس لو استسلمنا لها مفيش حاجه مش هنقدر. لا عليها. احنا الستات في مصر وعندنا ما شاء الله الشعب المصري ذو اراده من حديد يعني. فمش يعني انك ايدهن عظيم فعلا. لا احنا كمان الستات بسم الله ما شاء الله عندنا. عارفه لو كلهم مثلا عندهم فرح قبلها ب 10 15 يوم تلاقيهم بيكلموني والحماس ايه بقى؟ انا لازم اخس باي طريقه. اشوف ان شاء الله تقطعي من لحمي. اقول لها اقطع من لحمك ازاي يعني؟ لا انا لازم اخس باي طريقه. طب اديني المنتج. اقول لك انا هاخده مرتين في اليوم بدل مره واحده. ليه يا حبيبتي؟ عشان اخس اسرع. فانت بتلاقيكم بنتات مش طبيعيه. لا هنخس بعقل جسمك ان البدن. ما هي دي برضه مهمه ان احنا نلفت نظر الناس ان برضه الخسسان اللي مره واحده ده ما مش تفرحش ان انت خسيت لي 7 8 كيلو في الاسبوع. غلط خالص خالص. انا افرح بكيلو 2 كيلو وينزل وزني بالراحه، وينزل وزني مرتاح، وينزل وزني وانا باخد فيتامين، وينزل وزني وانا مستريحه وبصحه وبنضاره، احسن ما اخس وانا تعبانه. هو انا فايدتي ايه اخس وطول ما انا ماشي الله ده انت خسيتي قوي ما كملش 2 متر ويغمى عليا، اصل جالي انيميا. طب سؤال بقى، احنا الكورس بتاعكم في مشكله لو حد بياخد علاج لسكر او لكوليسترول او لضغط؟ لا لا لا، كل كورس بيبقى مكتوب له على حسب الحاله الصحيه بتاعته. ما يعني هو اصلا لو اتعرض على الدكتور بتاعه عادي. لا لا امان خالص. انا بقول للناس اللي بتكلمني كده، انت ما فيش مشكله ان انت تعرضه على الدكتور بتاعك وهو يقول لك ان هو ما فيش اي مشكله خالص. تمام كويس. تمام هقول لكم الكورس تاني، الكبسولات والنقط والاعشاب، ويا اما الزيت يا اما الكريم. على الاعشاب دي بتحل محل الشاي يعني، والحاجات اللي هي اللي بيشربوها الشاي والقهوه. هو بديل للديتوكس، حاجه بتنقي سموم من الجسم، بتخلي جسمي فريش، بتخلي جسمي يعمل ريستارت كده، يعيد حلويته. حلو ده. ويخلي وشك ناضر، حتى تلاقيه يعني ايه تقرب منك كده، ايه ده انت وشك محلو النهارده كده ليه؟ هو انت بتيجي على الخسسان؟ لا ده انا باخد اعشاب. هو كده بقى. حلو ده. اللي هو بيخلي وشك ناضر. لا ولو عملنا ده بنظام اكل كمان للديتوكس يعني انا هساعد كمان. بتحسوا فرق؟ حلو ده. بتحسوا فرق كبير جدا.